استعدادا لموسم الأضاحي، البلدية تشدد الرقابة على المسالخ وتجهز أطباء ومفتشين على اللحوم. الجيش العراقي يصد هجمات لداعش بالعظيم والأنبار، والجعفر يؤكد أن سيادة العراق خط أحمر، وتقرير أممي يوثق جرائم داعش. داعش يقترب من عين عرب شمال سوريا، والأكراد يستعدون لحرب شوارع، وأوغلان يهدد بإنهاء معاهدة السلام مع تركيا إذا ارتكب التنظيم مجزرة. مقام الصحابي الجليل حجر بن عدي في بلدة عدرا مثال صارخ لاعتداءات المسلحين على المقدسات. آثار العدوان الصهيوني على غزة تسلب فرحة العيد من قلوب الغزيين. أنباء عن الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة باليمن، ودعوات خليجية للتمسك بالقرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. طهران تعلن كامل استعدادها للتعاون مع دول المنطقة بشأن مكافحة الإرهاب، ووزارة الدفاع تزيف الستار عن إنجازات عسكرية إيرانية جديدة.